في الجزائر. العيد في الجزائر. السلام عليكم خالتي، اليوم نطبقوا الموضوع العيد في الجزائر. مقاومة الجزائر متطورة وبلد مازال في طريق النمو طريق طويلة. الأعياد فيه مختلفة بزاف عن الأعياد في البلدان الأخرى. يصرى فيه أحداث غريبة أكثر من اللي يصرى في الماضي. وفي هذا الفيديو جبنا لكم شوية من تقاليد وعادات الجزائريين نهار العيد. أول موضوع نطبقوا عليه التسلام، والذي هو من إحدى مخاوف الناس عند التقبال يوم العيد. كي ترمي يدك والمقبل عليه ما يشوفهاش. دائما احذر من الاربع تسليمات. ذلك الشعور كي جيت تسلم على السربعة بعد راسه عن الزوج يغليك معلق بالذاقة. إياك ثم إياك أن تكون سبب في حدوث هذه الأخطاء، سواء كانت عليك أو على غيرك. أيوي وش أدير؟ نذكر الفرق بين الرجال والنساء في التسلم. الرجال هكذا والنساء في التسلم هكذا. Let me take a selfie.
ذكره الخونة موني وسايب. كيف الناس يعيدوا وناس يعيدوا سعيدة يوم العيد، سعيد فرحان يوم العيد، بتبسم ديما بنيته للبعيد، محبوب عند الناس كيعود العيد من جديد، دير قيمة للعيد وما يضيعش وقته بعيد، سعيد ديما فرحان ومعه بابه في كل مكان، سعيد في وقت الشدة يبان، وقفته وقفة الرجال في هذا الزمان. بك نعقول للناس اللي سامع قبله زعما منير يوم العيد. منير رقد نهار وليلة، يوم العيد ما يعرف الصغير لا كبير، حبوا للنوم كثير ومن كل بيت سمع الشخير. منير نومه طويل رقد نهار وليلة، الناس تعيد وهو يتقلب في الفراش ويمين. هذا الفيديو تاعنا، ان شاء الله يكون عجبكم، ديروا سبسكرايب اشتراك للقناة، اعطينا شير لايك اعجاب كبير لهذا الفيديو، بارطاجي مع اصحابك، لوس الموليسا صح عليكم، بيس اوت. قطو ماكلو وش قلتي يا تدخل فيه طران طان 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 دوك مهما خذلتك الحياه مهما خذلتك الناس طاطي يا